من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربا وتثري العقل والقلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم حديثنا مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو في مناقشة ظاهرة الإلحاد ومحاولة معرفة أسبابها وإشكالاتها وعلاجها كذلك. شيخنا الجليل حياكم الله. كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن بعض أسباب رواج الإلحاد في العالم العربي، ووقفنا عند نقطة وهي طبيعة الخطاب الديني الشرعي المقدم في هذا الملف تحديدا، في ملف الإلحاد. هذا الخطاب في طبيعته ضعف ونقص وعجز، وكان هذا سبب من أسباب الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، من سنة الله سبحانه وتعالى التجديد والاستدراك الخطاب وتنويعه بحسب حال الناس، ولهذا أرسل الله الرسل بلغات أقوامهم، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وأهل كل زمان لهم قاموسهم اللغوي ولهم لغة تفكيرهم التي يفكرون بها، فلا بد أن يكون الخطاب مجددا في كثير من الأمور، وبالأخص في رد هذه النظريات التي تتجدد هي. فالشيء الذي يتجدد لا بد أن يحدث له ما يجدد به، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور، والأدوية على قدر الداء. ترون أن هذه حقيقة إذن، أن هناك فعلا لا مانع منها، لا أمانع فيها. يعني الآن مثلا ما زال العلماء اليوم يتكلمون في وجود الله بالصيغ الكلامية القديمة المعروفة، وكثير منهم لا يعرف شيئا عن الجدل الحاصل اليوم. عدد الكتب التي كتبت في مكافحة أو مواجهة الإلحاد الجديد قليلة جدا. ما زال بعض العلماء والدعاة متعلقا بالشيوعية ومرحلتها، ويتصور أن خطاب الإلحاد مختص بما كان طرح الشيوعي. نعم، وجواب ما عنده في هذا. هذا يمكن أن يكون من أسباب الترويج لهذا الفكر المنحل. طيب، سنأتي إن شاء الله لاحقا وحله لما هو سد هذه الثغرة، وأن يبادر العلماء، فالعلماء أوجب الله فلولا نفر من كل فرقة، أوجب الله عليهم التصدي لذلك، وأوجب عليهم رد الشبهات، وهذا من فروض الكفايات، وقد تتعين على بعضهم فيكون فرض عين في حقه، ومن وصل إليه شيء من هذه الشبهات وجب عليه أن لا يسكت عليه وأن يبين الحق فيه. هذا يقودنا للمسألة التالية شيخنا: هل أصلا تشرع مناقشة الملحدين علنا؟ هل ما نمارسه الآن عندما نناقش هذه القضية على الملأ ويسمعها الخلي وغير الخلي هو عمل مقبول؟ نعم، هو عمل مقبول لا بد منه، فرد الشبهات وإشاعة الحق وإظهار الحجة هو هدي الأنبياء وعملهم. لكن هذا قد يشعر الملحدين أنهم شكلوا قلقا حقيقيا، يعني أنهم بدأوا يصبحون مسألة مقلقة إلى درجة أن تعقد البرامج والندوات. ليست مقلقة بهذا المعنى، لكن نعم نحن قلقون عليهم، هم من النار. قلقنا ليس على الأمة الإسلامية ولا على دين الله، فدين الله يحميه الله، لكن قلقنا على الملحدين أنفسهم، فنحن لا نرضى لهم نار جهنم ولا نرضى لهم سخط الله وعقابه، فنحن قلقون على مصيرهم ومستقبلهم، هذا الذي لدينا من القلق. وهذا النقاش شيخنا ما يفضي إلى تسرب الشبهات إلى من هو بعيد عنها أصلا؟ نحن ذكرنا أن هذا قد فرغ منه ورفعت الأقلام وجفت الصحف عنه، ولكن من المعلوم أن الشبهات أصلا ضعيفة ومدحوضة، وأننا سنردها إن شاء الله تعالى بما يقنع من الدليل، وحينئذ لا نخاف من الإشاعة، فلا إشكال لا في عرضها ولا في نقاشها ولا في مثل ما نقرأ في القرآن شبهات الكافرين السابقين ورد الله عليها. وأيضا ظهورها أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم هذه الشبهات أصلا شيخ مطروحة، هي موجودة ومطروحة مطروحة ليست، والشبكة
نعم. تصل إلى كل مكان. طيب شيخنا اسمح لي أنتقل بك إلى موضوع آخر واقعي إلى حد كبير، وهو محاولة استقراء من خلال بعض الحالات الأسباب التي أفضت ببعض شبابنا إلى أن يخوض في وحل الإلحاد. أول هذه الأسباب، وقد يبدو هذا غريبا لدى البعض، هو دعاء الله عز وجل. هذا الدعاء كان سببا من أسباب الإلحاد. من خلال ماذا؟ من خلال أن هذا الشخص مثلا تنزل به نازلة أو يضيق به الأمر، فيقرأ أن من يجيب المضطر إذا دعاه، فيذهب ويدعو ويلح في الدعاء ثم لا يجد نتيجة، فيبدأ حينئذ يتساءل ما مدى صدقية أن الله يجيب الدعاء، بل ما مدى صدقية وجود الله أصلا، وأين هذا الله الذي لا يسمع دعاء الداعين، وينتهي به الأمر الإلحاد. وعندي ثلاث قصص في هذا. نعم، بالنسبة لهذا النوع يقع، وهو دليل على عدم معرفة الله، أنه لم يعرف الله ولذلك لم يجبه الله، فدعاؤه لم يكن فيه إخلاص وصدق لله جل جلاله. وهو يقول أنا انكسرت غاية الانكسار، انكسر لكن لمجهور بالنسبة يعني إليه، كما قال هذا، قال فرغت كل ما في جعبتي من أدعية وتضرع واستغاثة، انتظرت ثم انتظرت أحسن الله أن يأتي بالفرج ولكن عبثا. هذا هو لم يعرف الله، فلذلك هو شاك فيه أصلا في وقت دعائه وهو مهزوز، فلا ثقة له. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليجزم أحدكم المسألة فإنه لا مستكره له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجاب أحدكم ما لم يتعجل فيقول دعوته ودعوته فلم يستجب لي. والله سبحانه وتعالى نحن لا نملي عليه ولا يمكن أن يستكرهه أحد، فهو يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، وهو رب ونحن عبيد. وهو الشخص نفسه لو جاءه سائل من الشارع وسأله 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 ولح عليه بالسؤال، فهل سيعطيه مباشرة وهو يعلم أنه لا يثق به وليس له به تلك العلاقة ولا المحبة، بخلاف لو سأله من يعرف؟ اي نعم. فلذلك لا بد أن ندرك أن هذا النوع ضلال مبين وشبهة يقع فيها أصحابها بسبب نقص معرفتهم بالله سبحانه وتعالى وعدم أدبهم معه، فهو أحكم الحاكمين ولا يشاء بعبده المؤمن إلا ما هو خير له، وتصرفه كله عدل، وهو الذي يعلم ما هو خير لنا. فيمكن أن يكون الذي كان يسأل لو أعطي هذا الذي سأل لكان ضررا ماحقا عليه، ولذلك قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. جيد. أنا سأقول لكم عبارة لأحد الملحدين وأستغفر الله مما قال، لكن هي تصور فعلا يعني حقيقة هذه الإشكالية في نفوس بعض الناس. يقول يدعو المسلمون إلههم ملايين المرات بإخلاص وتضرع وخشوع ورهبة وبشكل يومي من مئات السنين، جميع المسلمين من أتقاهم إلى أكفرهم ومن أكبرهم إلى أصغرهم من أعلمهم إلى أجهلهم، ولكن كل الدعوات لم تجد صداها عند رب العالمين، وعياذا بالله كما يقول وتناسى تماما وعوده لعباده المخلصين بقبول دعواهم ونصرتهم إلى آخره. ما زالت إسرائيل مزروعة بيننا، الصليبيون ما زالوا ينهبون خيرات المسلمين، العراق تحت رحمة الأمريكان، غزة تحت أقدام اليهود إلى آخره. ولا أثر تحت أقدام اليهود. نعم، غزة حررت بدعاء المؤمنين، استجاب الله دعاء أهل غزة فحررها من أقدام اليهود، لكن ما زالوا تحت الحصار وكذا. ولو لكن المهم والأوضاع في بلاد الرمال كما يسميها من سيء إلى أسوأ والإسلام من ضعيف إلى أضعف، كانوا يقول كل هذا الدعاء الذي دعا به المؤمنون راضون عن ربهم ويعلمون أنه أرضاهم وحقق لهم أمنياتهم واستجاب لهم دعاءهم، وما لم يستجبه حالا يستجيبه مآلا، وما لم يستجبه مآلا يدخره لهم، فيعلمون أنه قد قضى الأمر وقدره، وأن الدعاء إنما هو عبادة له فقط، ولكنه لا يغير المكتوب في أم الكتاب، فالأمر الذي كتبه الله كتبه، ولكنه شرع لنا الدعاء كما شرع لنا العبادات كلها، يعتلجان كما جاء في الحديث. نعم، كما شرع لنا العبادات كلها، والدعاء يصرف الله به أمورا أخرى كثيرة أقدار من أقدار. طيب شيخ، نحن لو قلنا أنه لا بد، وكم من لو سئل هذا الشخص وحده، هو تخيل أنه يتكلم باسم ملايين المسلمين كما ذكر، لكن لو سألت غيره من الراضين لقال لك كم استجيب له هو وحده من الدعوات، وكم حقق الله له من الأعمال. كل واحد منا يعرف
ما لا يمكن أن يحصي من نعم الله ولا يكفرها ويقر بها لله ويقر أن الله استجاب له الدعاء الفلانية واستجاب له الدعاء الفلانية واستجاب له الدعاء الفلانية من غير أن يكون متسببا في ذلك إلا بهذا الدعاء، وقد انقطعت آماله عن المخلوقين فجاءه الفرج من عند الله، وهذا يعرفه كل الخلائق حتى الجاهلية يقولون ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. نعم. نحن يمكن أن نقول أنه بما أن الله سبحانه وتعالى قد أجاب دعاء كثير من الناس، فحينئذ بالنسبة لمثل هذا المتكلم السؤال الحقيقي هو لماذا منع الله الإجابة عني وليس لماذا لم يجب الله. نعم. طيب هناك هذا ارجع إلى نفسك. نعم. العلة فيك أنت بالضبط. انظر إلى ذنوبك ببرهان وقوع الإجابة في حالات أخرى. نعم. طيب هل يمكن أن يقال هنا أن تقال فكرة أخرى شيخنا، وهو أن الدعاء واحد من الأسباب التي شرعها الله لعباده لتجاوز أي مشكلة، وهناك أسباب أخرى مادية لابد من العمل بها، صحيح. وبالتالي ليس حتى في الرؤية الشرعية مطروحا سببا وحيدا لحل كل مشكلة؟ صحيح، ليس سببا وحيدا. يعني الذي لم يتزوج لا يمكن أن يقول سأدعو الله أن يولد لي ويولد له مثلا، التي لم تتزوج. صحيح، وهكذا. طيب النقطة أخرى أيضا، هل يمكن أن نقول أنه لا يصح أن يجعل الله سبحانه وتعالى طرف في معادلة مع البشر؟ إن فعلت لي كذا آمنت بك وإن لم تفعل لي كذا. لا، هذا ماذا من يفعل هذا لا يقدر الله حق قدره. فالعلاقة بين الرب وعباده أنه هو الرب جل جلاله الغني الحميد، والعباد هم الفقراء إلى الله، وهو الذي خلقهم وسواهم، وكل ما لديهم من النعم فهو من عنده، فليس لهم أن يشترطوا عليه ولا أن يقايضوه أبدا، ولا يستطيعون مقايضته بشيء. جميل. إذن هذه الشبهة الآن ممكن نقول إن ما تفضلتم به يتركز في عدة نقاط في الجواب عليها. النقطة الأولى أن الدعاء هو ليس السبب الوحيد لتغيير الواقع، بل هو مرهم بأسباب أخرى، والذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والذي قال واعده، فلا يأخذ بعض الشيء دون بعض. هذا واحد. الثاني كما تفضلتم معرفة الله سبحانه وتعالى، فإن عدم معرفته سبب من أسباب الشبهة في هذا الباب. الأمر الثالث أن الدعاء قد تقع به الفائدة في غير إجابة ما دعا به الإنسان كما تفضلتم، من شر يصرف أو خير آخر يأتي. والأمر الرابع أنه قد تحققت إجابة الدعاء لكثيرين، فإذا لم تتحقق لآخرين فينبغي أن يبحث عن المانع وليس يكون البحث عن مدى جدوى الدعاء وفائدته. نعم. الخامس القدر. والخامس القدر أن هذا أمر الله جل جلاله لا اعتراض عليه، وقد كتبه وقدره وقال للقلم اكتب ما هو كائن، وعنده الصحف التي عنده في فوق عرشه، وهي أم الكتاب لا محو فيها ولا تبديل، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وأن الدعاء هو عبادة من العبادات، كما شرع لنا الصلاة والصدقة شرع لنا الدعاء، فكذلك الصدقة سبب للشفاء، الرقية سبب للشفاء، العلاج سبب للشفاء، الدعاء سبب للشفاء، فلا يؤخذ بواحد ويقال لماذا نعم لم يقع. طيب شيخنا، سبب آخر أو مدخل آخر أسميه مدخل الهروب من وخز الضمير، فإن بعض الشباب يمارس الذنوب والمعاصي، فبقية الإيمان فيه تجعله يتألم ويشعر بأنه يفعل شيئا خطأ، فإرادة منه لأن يريح نفسه من هذا الوخز في الضمير يلحد، خلاص تم ما يقع بعد هذا. سبحان الله، بين كل عبد وبين ربه حد من الذنوب يبقى في دائرة المغفرة، فإذا تجاوز ذلك الحد انقطع الحبل فانطلق، نعم، لا يتوب ولا يؤوب أبدا. فالناس منهم متقون ومنهم إخوان الشياطين، فالمتقون إذا وقعوا في معصية أزعجتهم وأحرجتهم وآبوا وتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى ورجعوا إليه، وربما انكسروا انكسارا كبيرا كانوا يحتاجون إليه، فتصبح هذه المعصية مؤثرة فيهم تأثيرا بالغا. وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ولذلك قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وهنا قراءتان سبعيتان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان، والطيف ما يرى في المنام وهو خفيف سريع الزوال، القراءة الأخرى طائف من الشيطان وهو نسيم الهواء الذي يمر مرورا سريعا، فكيد الشيطان ضعيف سواء كان مثل الطيف أو مثل الطائف. تذكروا، ذكروا الله وذكروا ما فرطوا فيه في جنب الله فتابوا وأنابوا فإذا هم مبصروا. وإخوانهم إخوان الشياطين قراءتان سبعيتان، يمدونهم أو يمدونهم
يمدونهم ويطيلون لهم ويسوفون حتى ينقطع الحبل وحتى يتجاوزوا الدائرة التي سمح لهم أو على الأقل سمح لهم قدريا ليس شرعيا بالدوران فيها، فإذا تجاوزوها انقطع الحبل ولم تمكن الرجعة. والقراءة الأخرى يمدونهم معناه يساعدونهم على ضلالهم، فيلقون عليهم الشبهات إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فيقوونهم على المعاصي وعلى لكن شيخنا فعلا إذا ألحد هذا الإنسان تخلص من وخز الضمير وارتاح؟ لا ما تخلص منه، بل زادت مسؤوليته، فهو كان في ذنب قابل للمغفرة فوصل إلى ذنب لا يغفر. هو يقول أنه في هذه المرحلة أصلا ما عاد ينظر إلى شيء ما يفعله عنه ذنب أصلا، لكن سيرى ذلك عندما يموت. لكن هو المشكلة أنه سيدخل في 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 صداع الإلحاد، لأن الإلحاد أيضا تترتب عليه من الإشكالات العقلية والذهنية والنفسية ما هو أضعاف وخز الضمير الذي لا هو الذي يعلم أنه متناقض. هو نفسه نعم. الذي كان لديه وخز من الضمير سيتناقض، سيدرك ذلك. فهو يؤمن بالله حقيقة في باطنه، ولذلك كان ضميره يؤنبه عندما يعصيه. صحيح. فالآن سيعيش في تعذيب وإهانة وشقاء، كما يقال أنه برهن على أن هذا الحل وهو الإلحاد كما يراه صاحبه ليس حل لمسألة وخز الضمير، هو هروب إلى لأسباب لأنه يفر من الأدنى إلى ما من السيء إلى ما هو أسوأ. والأمر الثاني أنه بعمر عند كربته كالمستجير من الضمير الناري. نعم. والأمر الثاني أنه يهرب من وخز ضمير يسير ليدخل في دوامة نفسية وعقلية أكبر ليس لها أول ولا آخر. والأمر الثالث كما تفضلتم أنه يتناقض. والأمر الرابع أنه حتى لو غيب الله من حساباته فإن طبيعة النفس والفطرة فيها الضمير الذي يعني يتغير عند الخطأ وعند الظلم. لو أقبل على الموت رأى فستجده ستجده صحيح. يندم على ما مضى صحيح. حتى قال أمية بن أبي الصلت ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال أرعى الوعولة. المدخل الرابع شيخنا هو الصعوبات والشدائد. فبعض الناس إذا نزلت به كارثة أو نكبة أو مصيبة أو كذا يجد أن لماذا أنا أصابني هكذا، لماذا حصل لي هكذا، لماذا هكذا، فيرى أن الحل أو ردة الفعل هي أن يكفر بالله عز وجل أو يلحد به. ولذلك باستقراء كثير من كبار الملاحدة سارتر وراسل ونيتشه وأنتوني فلو كلهم مرت بهم ظروف صعبة جدا في حياتهم، سخطوا فيها على الحياة وعلى الناس وبالمرة كما يقولون على الإله وألحدوا خلاص. هذا الإله الذي كانوا يعبدونه، وهؤلاء لم يعرفوا الله يوما من الأيام. أما من عرف الله سبحانه وتعالى فستزيده النكبات لجاء إليه وتوحيدا له ومعرفة أنه لا نافع ولا ضار إلا هو. فالذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى هو الذي لا تزيده النكبات لجاء إليه متعلقا به، فيتعلق بالسراب وبخيوط بناء العنكبوت وهو غريق في بحر، فماذا تغني عن خيوط العنكبوت؟ فقد شبه الله بها دعاء المشركين لآلهتهم وإن أوهن البيوت. وإن أوهن البيوت. هل ينطبق على مثل هذا التوصيف مثل قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه؟ قد ذكرنا الآية سابقا في مجال الاستشهاد على هذا. فالإنسان الذي يعبد الله على حرف معناه على طرف يسهل عليه أي نازلة أي شيء يسقطه، فإن أصابه خير اطمأن به استمر على عبادته واطمأن على هذه العبادة، وإن أصابته أي كارثة أي أزمة أي شيء زلت قدمه بعد ثبوتها، كالذي رواه البخاري عن ابن عباس في تفسير الآية. فيه كان الرجل يقدم المدينة يقول إذا أصاب خيرا استمر في هجرته وإذا لم يصب خيرا رجع إلى الأعراب وارتد. هذا نصه نعم. كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. طيب شيخنا مدخل آخر ما أدري توافقون عليه أو لا، كبت الأسئلة. أصحاب الإلحاد في كثير من مراحلهم قبل أن يلحدوا كانت لديهم شكوك وأسئلة، وربما حاولوا في وقت من الأوقات أن يظهروها أو أن يسألوا عنها بعض المشايخ والدعاء، فصادفوا ردة فعل عنيفة جدا وكبت شديد جعلهم يعتقدون أن هؤلاء الناس لا يملكون إجابات ويتذرعون بهذا السد والصد. هذا يمكن أن يقع في حالات قليلة،
لكنه أو كثيرة لا أظنها قليلة. فالمفتونون الذين يلقي الشيطان في نفوسهم هذه الشبهات لا يوفقهم الله لمن يستطيع ردها. شيخنا كان لكم تبالغون في القسوة على القوم، أحيانا هي أمور يعني شك وقع في قلبي بغير اختياري وما أراد السوء لكن ما أجابه أراده واحد. ولا يأتي كما ذكرنا في حلقة مضت أن الشهوات الشهوات تدعو إلى الشبهات. صحيح. فالإنسان إذا كان ظالما لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه تأتي الشبهات حينئذ، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. لكن قد يعكر هذا الإطلاق الحديث الصحيح في البخاري الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقد وقع في نفوس الصحابة وقال سلم أو قد وجدتموه، قال ذلكم صريح الإيمان. فإذا قلنا بهذا الإطلاق أن الشكوك لا تقع إلا ليس في نفسه، ليس المقصود به الشك في وجود الله، وإنما ما الذي يتعاظمون على قوله؟ يتعاظمون فيما يتعلق ببعض الأقدار وما يتعلق ببعض يعني التدبير غير بعيدا عن هذا. نعم، لكن المهم أنهم لا يشكون في وجود الله وقد نزلت السكينة في قلوبهم واطمأنوا بالإيمان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصف ما يجدون بأنه صريح الإيمان. نعم، صريح الإيمان أنك ترى يعني أن هذا الشك أقدار الله تنفذ في وجه وتنفذ في مقابله، وتعلم أن القدر لا يرده إلا القدر وأن التجاذب الإرادتين واقع. صحيح، يعني أنا هذا الحديث يظهر لي في معنيين ما أدري أيهما الصحيح. الأول النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الشك الذي يقع في النفس بأنه صريح الإيمان لأنه سبيل إلى تمحيص الإيمان. والوجه الثاني أن يكون صريح الإيمان هو خوفهم مما وجدوا في أنفسهم، يعني لما قلقوا من هذا الشك هذا القلق هو صريح الإيمان. فأيهما صريح الإيمان، أصل الشك الذي يطرأ والوسوسة أو الخوف منها؟ الخوف منها هو ما يكون على المعنى الأول. ما الذي يمكن أيضا يحمل على المعنى الأول، لكن المهم أنه لا ليس المقصود بالشك الشك في وجود الله ولا شك في دينه ولا شك في صدق رسوله. اللهم صل وسلم يفسره فيقول من خلق كذا، الحديث الآخر أن الأمر يصل إلى وجود الله عز وجل. لا لكن هو وجودهم يقرون بوجوده، لكن فقط من خلقه؟ لا، هذه قضية فقط فيما يتعلق بجدلية أنك أنت تنطلق من عالم الشهادة ولا تصل إلى الفاصل بينه وبين عالم الغيب، تنطلق من الحوادث ولا تصل إلى القديم، إلى القديم نعم. الذي لم يسبق وجوده عدم، فهذه الحوادث تتسلسل لك وهي محدثات سبق وجودها عدم، لكن إذا وصلت إلى القديم الذي لم يسبق وجوده عدم لا تقصه على المخلوقات وعلى المحدثات. صحيح. سيأتي هذا البرهان، لكن أعيد السؤال بتكييف آخر. هذه الأسئلة التي تقع في نفوس الشباب، هل كبتها وعدم الاستماع إليها عمل صالح؟ لا، أو الأولياء يشجعوا على إظهارها ويناقشوا فيها، يناقشون فيها وترد لهم الشبهات ويستمع إليهم حتى يبطل ما هم عليهم، ولا ينبغي أن يزجروا. لا ينبغي أن يزجروا، لأن هذا الزجر أصلا ليس من هو عبارة عن إكراه في الدين. هنا. وقد نهانا الله عنه، لا إكراه في الدين. طيب، وإذا بلغ الأمر حد الإبراز والمعالنة بها وربما شيء من التفاخر بها، هذا يبقى حينئذ الحكم القضائي للإنسان بحسب إفساده. إذا كان مفسدا في الأرض ويدعو إلى الإلحاد وأقدم على جرائم من هذا القبيل فالقضاء يؤدبه. طيب، إذا كانت هذه الأسئلة والمقبولة وينبغي التعامل معها بالنقاش العقلي والمنطق، فلماذا عمر رضي الله عنه كما أشرتم ضرب أصيبغ ولم يعني يتح له الفرصة صبيغ لم يناقشه؟ صبيغ ناقشه لكن عرف أنه في رأسه شيطان، في رأسه إلقاء من الشيطان. أي نعم، فأراد إخراج ذلك. كل صاحب وسواس ممكن نقول في رأسه شيطان. لا، لكن هذا علاج ونضربه. لسنا مثل عمر في هذا رضي الله عنه. فعمر إن كان في هذه الأمة محدثون فهو منهم رضي الله، ونزل الوحي على تصديقه. إذا موقف خاص بعمر غالبا هكذا ما يقاس عليه. الآن لو رأينا مثل صبيغ لا يمكن أن نضربه حتى ندميه، وإنما يناقش ويعالج أو يحكم عليه قضاء إذا احتاج. لا، يعالج علاجا نفسيا، فإذا أفسد وتعدى ضرره إلى غيره يؤدب قضائيا. طيب، وحديث عمر المتهوكون فيها يا ابن الخطاب ألا يشهد للذين يرون أنه لا ينبغي أن يفسح مجال أصلا لهذه الأسئلة؟ لا، ما الأسئلة قائمة وموجودة وليس من علاجها كبت أهلها ومنعهم من تفسير إبراسها. الحديث كيف؟ أنه غضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر يقلع شيئا، لأن هذه التوراة والإنجيل محرفة ومبدلة ومحصت، فما كان منها صحيحا هو الذي جاء القرآن به، كان مصدقا لما بين يديه من الحق، فليس لنا أن نشك في
شيء من كتابنا ونريد نطلب الزيادة في الكتب المحرفة المبدلة. هل نقول أنه خاص بكتب الوحي المحرفة وليس لأن بعضهم يعممه على كل أفكار ضالة أو كل من أمسك كتابا في فكرة ضالة قال عمر وهو عمر نهي عن قراءة فيه؟ لا هذا غير صحيح. هذا الاستدلال ليس في وجهه ليس في محله. نعم لأن هذا إنما هو فيما علم تحريفه وتبديله من الكتب السماوية. نعم. طيب استأذنكم في فاصل شيخنا ونعود إليكم أيها الأخوة والأخوات فاصل ونكمل حديثنا إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. شيخنا كنا في حديث عمر رضي الله عنه وأستأذنكم في قراءته لأن لم نقرأه تفضل قبل قليل. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وكنتم تقولون هذا خاص بما يتعلق بالتوراة أو الإنجيل أو كتب الوحي المحرفة. هذا هو هكذا هو واقعة عين. نعم. لكن بعد هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث عن أهل الكتاب حديثه عن بني إسرائيل والأحرار. هذا ناسخ لهذا أو يقال أن هذا كل في مكانه. فإذا كان الإنسان يطلب دليلا منهم هذا مثلا يقول الرجم جاءت به الحديث ويبحث عنه في التوراة ويبحث عنه في الإنجيل استدلالا هذا المنهي عنه. فالحجة البيضاء وهي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنسوخ والمغير والمبدل لا يعتمد عليه. طيب وما ما ينفعنا من التوراة والإنجيل جاء في القرآن وما لا ينفعنا منها قد نسخ وأيضا قد غير وبدل فلم يعد يطمئن إليه وليس لهم فيه رواية ولا إسناد. والمنهي عنه أن يظن الإنسان أن هذا سيكمل القرآن وأن مثل الذين يفسرون فواتح السور من السريانية وغيرها هذا هو التهوك والبحث في كتب أهل الكتاب عن علم ليس في القرآن أو علم لم يجيء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. طيب شيخنا الذي يحتج بحديث الصحيحين المشهور يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ به وليستعذ بالله ولينتهي. هناك من يحتج بهذا الحديث على مسألة الكبت التي نتكلم عنها أنه لا يجوز أصلا أن تسمح للسؤال في باب الشك في وجود الله أن يطرح أساسا ومن جاءك يسألك فقل له استعذ بالله وانتهي. فإذا قلت له أن هذا لا يشفي صاحب الشبهة قال لك هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يستعيذ وينتهي ولا هو المريض. لا النبي صلى الله عليه وسلم ناقشهم وجادلهم في ربه بيّن الله ذلك وبيّنه عن إبراهيم وعن رسول صلى الله عليه وسلم. أنت ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي تنزل معه قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في جداله مع عدد من الأقوام الذين جادلهم ومن ذلك ما جاء في القرآن كان من هذا القبيل. لكن المقصود هنا علاج يكون عند الإنسان لنفسه. الإنسان صاحب وسواس ويشكو من قوة شيطانه عليه فما من أحد منا إلا وله قرين ملكي وقرين شيطاني. فقد يتغلب عليه قرينه الشيطاني في وقت من الأوقات لضعف جسمه أو لغلبة شهوة عليه فيدخل منها الشيطان. فكيف ينتصر على شيطانه إذا وصل إلى هذا الحد وهو حد عالم الغيب الذي لا يمكن أن يصل إليه عقله. لك الحق في أن تفكر في عالم الشهادة الذي تعرف. فإذا وصلت إلى هذا الحد باب الإلحاد معظمه في المرأيات فاستعذ بالله لأن عالم الغيب لا يمكن أن تصل إليه بعقلك. فحينئذ استعذ بالله وسيصرف ذلك عنك ولم تخبر به أحدا لكن لم أكبتك أنا ولم أنهك. بعضهم يحمل هذا على محمل آخر شيخنا وهو يقول أن العقل أصلا يقف عند واجب الوجود ولا يتجاوزه فهو في الحقيقة ليس كبتا للعقل هنا وإنما هو إيقاف للعقل. لأنك أصلا لو ذهبت تسأل من خلق الخالق دخلت في دور يفسد العقل. خالق غير مخلوق أصلا. نعم من ذهب من خلق ربك دخلت في دور يفسد العقل. فهو الحقيقة الحديث حماية للعقل وليس نعم هو وليس تضييقا على العقل. هو ليس تضييقا على العقل لكن بيانا لأن العقل له حدود محددة لا يتعداها. وقد طيب. ذكرت لك من قبل أن العقل جارح من جوارحنا
فجوارحنا لها حدود إلى أسفل وحدود إلى أعلى. البصر أقرب شيء إليه جفنك، وأنت الآن لا ترى العروق التي في جبنك، صحيح، لأنها أقرب من مدى البصر، وله حدود نهائية لا يبلغها. وسمعك أقرب شيء إليه صوت الدم، دبيب الدم في عروقك، وأنت لا تسمعه، نبضات قلبك لا تسمعها. ويبلغ قوة الصوت بحيث يكون أقوى من مدى السمع، فلا تستطيع سماعه. كذلك عقلك له بدايات وله نهايات، بداياته مثل المسلمات الأوليات الوجدانيات المحسوسات، ونهاياته هي مواقف العقول التسعة، فلا يخرج من هذه الدائرة. ما بين هذا هو المسموح للعقل بالتفكير فيه، ما سوى ذلك لا يصل إليه، وليس هذا تنقيصا للعقل بل هذا نطاقه، وهذا الذي أذن له يعني يستطيع أن يبدع فيه ويستطيع أن يفهمه. نحن بشكل عام نقول أنه إذا وجدنا من وقع في نفسه إشكالات أو أسئلة وإن كانت في هذه المضايق الحساسة، فالواجب هو الاستماع إليه ومناقشته ومعالجته، بعد ذلك يحتاج إلى علاج عقلي، ثم إذا احتاج إلى زجر زجر بعد أن يكون مر بهذا كله قامت عليه الحجة. نعم. ولا يقال أغلقوا هذا الباب ولا تفتحوه ولا تناقشوه ولا نعم لا يقال. طيب. مدخل آخر شيخنا من مداخل الحادثة أذكر لكم من خلال قصة طبيبة مصرية ملحدة، كان عندها زوج متدين فضربها ذات يوم على وجهها ضربا عنيفا، فذهبت تشتكي إلى أبيها أن زوجها ضربها، فقال يا بنتي إن هذا حق أعطاه الله له، ما هو صحيح، وقرأ لها واضربوهن، فقالت إن كانت وصية الخالق ضرب وإهانة المرأة في ذات الوقت الذي يوصي بالرفق الحيوان، فالمرأة إذن عنده أحقر من الحيوان، فكفرت وألحدت. الفكرة هنا التشدد والتطرف في فهم الدين وتطبيقه، أليس سبب للإلحاد؟ بلى لا شك، فالذي يتجاوز حدود الله ويتجاوز ما أذن له به لا أقبل على باب فتنة وشر عظيم، وحينئذ سيمرق من هذا الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزوج خالف الشرع ولم يفعل ما أذن له به، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر ما فعل، والوالد كذب في الشرع جهلا نعم وشهلا، والمرأة أيضا ضلت حين انطلقت مباشرة من تصديق أبيها وزوجها فيما زعم، هكذا صور لها. هناك من يرى شيخا أنه يعني أن مثل هذا السبب إنما يقال يعني بعيدا عن الصواب والمنطق، يقول أن الخوارج مثلا هم أعلى درجات الغلو والتطرف، وقد وجدوا في الزمن الأول في هذه الأمة، ومع ذلك لم يوجد الإلحاد في ذلك الوقت، فكيف تقول أن مجرد بروز تيار خارجي أو تيار متشدد هو سبب؟ من قال إن الإلحاد ما وجد إذاك؟ وجد في التاريخ في مقابل الخوارج في زمن الخوارج، وجد نعم، وحتى الخوارج في أيام هارون الرشيد الوليد بن طريف وأصحابه في مقابلهم نشأت نابتة الإلحاد. طيب هل يقال أن أيضا من عوامل تأثير التطرف في نشوء الإلحاد أن التطرف أصلا يربي عقلية حدية، فإذا ارتبكت هذه العقلية في هذا الاتجاه فمباشرة ستنتقل إلى والمهم التطرف أن في الاتجاه الآخر، صراط الله سوي، نعم، وأن من مال عنه يمينا جهة التطرف وشمالا جهة الميوعة والتساهل والتنازل كلاهما ضال، وهذا التطرف في مقابله يأتي تطرف آخر وهكذا. فإذا لزمنا المحجة البيضاء الوسط فحينئذ لن يأتي هذا هو الصواب، لن يأتي هو فقط السؤال المطروح، هل يقال فعلا أن وجود تشدد ديني يلزم منه أو ينبني عليه وجود الحاد؟ طبعا إما إلحاد وإما مروق وإما اعتداء كردة فعل، ردة فعل. طيب مسألة أخرى بالاستقراء لها تأثير كبير في الإلحاد في وسط الشباب، حتى أن المهندس فاضل تعرفونه أستاذ المهندس فاضل يقول هذا من أخطر الأسباب التي تؤدي لإلحاد الأطفال والمراهقين، هذا السبب هو واقع الأمة المتردي الذي يجعل هذا الجيل من الشباب يستحيي أن ينتسب إلى هذه الأمة وإلى وضعها الحالي، وبالتالي يبحث عن أمة أخرى منتصرة كالغرب، والغرب أصبح الآن في مجمله ملحدا فيشجعه ذلك على الإلحاد. هذا يمكن أن يقع لمن لا يفهم ولا يرى، فمن يرى ما فيه الغرب من التردي والقطيعة والتراجع في الأمور الأخلاقية والقيم والمبادئ، هم يرون أنهم في الأخلاق أفضل منا
يحافظون على وعودهم ويلتزمون بالنظام. الواقع ليس كذلك. أنا فقط الجانب المرأة. أنا أعرف الغرب وسافرت إلى أغلب بلدانه وأعرف ما هنالك، وكنت ولا أزال أتذكر وأنا في شرفة فندق راق 5 نجوم أنظر إلى الغربيين الذين يسمونهم رقاب الحمر، وهم يتنازعون مع القطط بقايا الطعام في الحاويات البلدية فقرا وينامون في الشوارع، يغلقون على أنفسهم يعني هذا جزء من الشعب، لكن عندنا الشعب كله هكذا يتنازع مع القطط طعام. لا ما الحمد لله يعني ما عندنا في هذه الأمور العالم العربي في العالم العربي وغيره. أوجب الله الزكاة والصدقة والصلة وصلة الأرحام، وأوجب النفقة ولم يجعل أحدا لا أحدا محتاجا لنفقة لا ينفق عليه. يعني باختصار نتفق أن واقع الأمة متردي مختلف عن واقع لا يسر، وبالتالي لا يسر. هذه الأجيال، لكن ليس معنى ذلك أن الواقع على آخر الذي يبهرون به أنه يسر وأنه مرضي. فيما نرى يعني أمة متحضرة، لا فقط تنظرت النورة واحدة دنيوية، تدير لكن الدنيا أمة متحضرة تقتل البلايين، تلقي قنابل ذرية على الناس، تدمر المساجد، تدمر المستشفيات، تلقي الغازات السامة على الشعوب، هذه أمة متحضرة؟ يعني بغض النظر عن هذا لا، لكن هي القضية هي نظرة واحدة، انظر إلى كل تصرفاتهم. أيضا هم أمة متحضرة، من يرأسها؟ كل يوم لهم جرائم، انظر إلى فضائح المترشحين للرئاسة في فرنسا، 19 مترشحا كل واحد له فضيحة. هم يقولون اتركوا إما فضيحة اتركوا جانب فساد مالي، الانحلال الأخلاقي الشخصي، الانحلال الأخلاقي. ما عدا ذلك نحن ما تكلمنا عن عوام الشعب الفرنسي، نحن تكلمنا عن مرشحين للرئاسة. طيب هؤلاء عموما ما تحضروا ماديا إلا بعد أن تركوا الكنيسة و أحدثوا قطيعة معها، وهذا واحد من الأسباب المرتبطة بنفس القضية، أن هذا الواقع المتخلف لن يتحسن إلا إذا أحدثنا قطيعة مع الدين ورجال الدين. الدين الذي قاطعه الغربيون إذاك فعلا دين متخلف، لكن الدين الذي ندعو نحن إليه دين متحضر، ودين يلبي كل هذه الرغبات ويحل كل هذه المشكلات، فليس الدين هو ذاك الدين. أنت سمعت بعض المتحدثين مؤخرا كان يقترح أن يغلق الأزهر 10 سنوات حتى يعني ينقطع جيل التطرف والإرهاب وكذا، ثم ينشأ جيل جديد. هذا من العداوة للدين والهجوم الشرس على الأزهر الآن، وقد كان في الأيام الماضية والأسابيع الماضية قويا، ويقصد به تقليم أضعف المؤسسات الدينية وإخضاعها لأن تكون تابعة للدولة في كل شيء، وهذا إنما هو حلقة من حلقات طويلة من سلسلة من الهجوم على هذا الدين ومؤسساته وأهله. بالنسبة للغرب هل أصلا تخلى عن الكنيسة فعلا؟ لا ما تخلى عنها، بالعكس تخلى عن صورة منها ربما أو عن علاقة معينة. ما زال إلى الآن في الغرب هي محل تقدير وإجلال، عندك الكنائس كلها في بريطانيا تابعة للملكة مباشرة، صحيح، ليست تابعة لأي وزارة أخرى. هناك جواب ذكره، انظر إلى جميع رؤساء أوروبا في الأسابيع السابقة على رمضان، كيف اجتمعوا عند البابا في الفاتيكان وكيف عمدهم جميعا. هناك من يطرح جوابا يبدو لي جيدا والله أعلم على هذه القضية، وهي أن هذا الدين الذي تطالبون الآن بالقطيعة عنه ليتحسن واقع الأمة أو تلحدون باعتقاد أنه سبب تخلف الأمة، هو ذات الدين الذي كان مع الأمة يوم كانت في قيادة الدنيا وحضارتها، فلا يمكن بالمنطق والعقل أن يكون السبب في بل العكس، ذاك هو الدين الصحيح، واليوم الدين فيه الثغرات والتراجع والنقص. نعم. طيب هناك من يعتبر أن من مداخل الإلحاد للشباب اليوم طبيعة الخطاب الديني، ولا أقصد الخطاب الديني المتعلق بالإلحاد الذي تكلمنا عنه من قبل، وإنما عموما الخطاب الديني في طريقته ولغته وعرضه والقضايا التي يهتم بها وأولوياته أصبح منفرا أكثر من كونه مرغبا. هذا ليس على إطلاقه، الخطاب الديني يشمل كل شيء، ففي الترفيه البديل الديني موجود، وفي الثقافة البديل الديني موجود، وفي الفن البديل الديني موجود، في كل شيء له بديل ديني، وللدين فيه خطاب ويرشد فيه إلى الأقوم والأحسن والأفضل والأكمل، والذي لا يترتب عليه الإشكالات التي تترتب على هذه البدائل المخالفة للدين. طيب شيخنا، القرآن الكريم خطابه واحد من 1400 سنة إلى اليوم، فلماذا هذا ليس ليس هذا صحيحا؟ لماذا هذا الصداع في التجديد؟ هو نص واحد من ذلك الوقت، هو نص واحد، لكن هذا النص فيه خطابات كثيرة وفيه أساليب متنوعة،
لكن فيه لأول الزمان ولآخره فيه الصريح وفيه الكناية وفيه الحقيقة وفيه المجاز وفيه الأمر وفيه النهي. هذا كله كان للأولين وللآخرين. ترهيب الأولين والآخرين ولا تنفذ عجائبه ولا تنتهي وهو مائدة الله في أرضه لا يشبع منه العلماء ولا لا يمكن أن يأتي قوم يأخذون كل لبه وزبدته ويبقى الباقي باقي منه القمامة. القرآن كله مقدس وكله مشرف وكله خير ولا يمكن أن يأتي أحد بمثله بسورة من مثله. وهو تحدي تحدى الله بالثقلين أن يأتوا بسورة من مثله. هي الفكرة هنا شيخنا أن هذا خطاب واحد. خطاب واحد ما معنى خطاب واحد؟ خطاب نفس واحد. الكلام لا كلام نفسه الكلام نفسه لكن الكلام نفسه ليس خطاب. فليش واحد. نحن لا بد نغير كلامنا في كل عصر ونأتي بكلام جديد. هذا القرآن هذا القرآن فيه ما يخاطب العقول وفيه ما يخاطب الأجسام وفيه ما يخاطب الأرواح والنفوس. فيه ما يتعلق بقيم الاقتصاد، فيه ما يتعلق بقيم الاجتماع، فيه ما يتعلق بالسياسة، فيه ما يتعلق بقصص الماضين، فيه ما يتعلق بالمستقبل. وأيضا حتى أساليبه متنوعة، أساليبه متنوعة، فيه المحكم، فيه المتشابه، فيه العام، فيه الخاص، فيه ما يتعلق بالمستقبل، فيه ما يتعلق بالماضي، فيه ما يتعلق بالحال. فلذلك لا يمكن أن يقال هو خطاب واحد. قال نعم هو قرآن واحد، هو نص واحد، لكن ليس خطابا واحدا، فيه خطابات كثيرة وأساليب كثيرة يتجدد. نعم متشدد ولا يقاس عليه أصلا. نعم. طيب شيخنا، من المداخل أيضا المهمة مسألة غرس الكراهية باسم الدين. فعندما يأتيك من يوجب عليك بحكم إسلامك أن تكره الآخر الذي قد يكون زميلا في العمل أو طبيبا أو معلما لمجرد أنه يخالفك في الديانة، فهذا قد تنفر منه كثير من النفوس ذات الرقة أو التي فيها طبع الحب. قل ما هذا الدين الذي يريد مني أن يكره إنسانا لا لشيء إلا لأنه ليس مثلي، هذا دين لا يستحق أن يتبع فيلحد. وهذا حاصل في كثير من الحالات، يعني لم تستوعب عقولهم لماذا تطلب مني أيها الدين أن أكره إنسانا لم يسئ لي. لم يسئ لي كما طلبت منك. كيف أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ الحب في الله لمن أحب الله والبغض في الله لمن أبغض الله ولمن طيب عاداك كافر عاداك. لا، الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم. لا ينهاكم عن الإساءة، عن أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم من يتولهم فأولئك هم الفاسقون. البر والإقساط يا مولانا معاملة. إيه نعم، ولكن نحن نتكلم عن الحب. الحب الله تعالى يقول ها أنتم هؤلاء ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. هذا في حق من؟ في حق المنافقين والكفار. ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. أي هدايته أو أحببته؟ كله على القرآن حمال الوجوه. فلذلك المقصود هنا أنه في المقابل أيضا هي القضية قضية الكراهية، نشر خطاب الكراهية. من الذي يقول هذا الكلمة؟ من الذي نشرها؟ يرون أن الذين نشروا الكراهية أصلا هم الذين نشروا الكراهية، وهم الذين اعتدوا على هذه الشعوب، وهم الذين دمروها، وهم الذين نهبوا خيراتها، وهم الذين أخذوا استقلالها، وهم الذين قتلوها وقتلوا رجالها، غيروا دينها، غيروا أخلاقها، ومع ذلك يقولون هذا ينشر الكراهة. من الذي نشر الكراهة؟ هو الذي هو المعتدي ولا المعتدى عليه؟ يا ويحهم من لا يفرق بين الضحية والجلاد، هو ما له دواء. هذا كما قال شوقي يا ويحهم نصبوا لواء من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء. لكن هم يقصدون هم الذين أتوا بالبغضاء، هم يقصدون بهذا أن الدين الإسلامي يركز على مسألة الولاء والبراء. والمشكلة أن هذا النوع من الشباب هداهم الله انخدعوا بخدعة غريبة جدا، من الغريبة أن تنطلي على صاحب عقل، وهي هي أنك تريد مني أن أحب من يقتلني وينهب خيرات بلادي ويحرف ديني ويسبني كل أنواع السب ولا يراني إنسانا ولا يرى لي أي حقوق، وترى أن بغضي له انحراف. هو يحتفي بي إذا زرت بلده ولا يؤذيني وأنت وفي بلدك ماذا يفعل بك؟ في بلدي ما أدري، يغزوك ولا يغزوك؟ يحطم المساجد على رؤوس أهلها والمدارس، يمنعك من كل شيء، يمنعك من خيرات بلادك. يعني هذا مثلا تفعله، ينهب خيرات بلادك، يمنعك حتى من العلم، العلم المتاح لكل الناس. لما كان العلم لنا صدرناه إليهم،
التكنولوجيا الآن هل يسمح بها في بلادنا؟ هذا عمل الحكومات يا مولانا، وغالبها ولا يتكلمون على التعامل الشعوبية التي تنتخب الحكومات مقرر بها وتصوت لها، وتعرف التضليل الإعلامي شيخنا أعرف كل ذلك، لكني أعرف أنهم شركاء فيما هم فيه. في الجهة الأخرى هناك من يقول طيب افترض أن هذه القاعدة الدينية سببت إلحاد بعض الناس مثلا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني أيضا في النهاية سنظل نراعي كل شيء في ديننا حتى لا يلحد فلان أو حتى لا يتغير قلب فلان أو حتى لا كذا، نظل نعبث بأصول الدين وكذا. لا، أصول الدين ليست قابلة للتغيير البشري، لكن إذا كانت تقدم بشكل غير مناسب تقدم بشكل يعني مناسب، يعني أعطيكم مثلا تقدموا بشكل مناسب، لكن مناسب لمن؟ مناسب للمتلقي، للمتلقي الصالح، المتلقي في العقل الفاسد، العقد الفاسد المناسب له. أعطيكم مثال، تعرف ماذا قال العضد الإنجي رحمة الله عليه في المواقف في الكلام عن السوفسطائية؟ أيوة، قال هؤلاء لا يصلح لهم النقاش معهم لأنه سفاهة ورضا بفساد عقولهم، ولكن الرأي فيهم أن يؤلموا ويوجعوا ضربا. فإذا استنكروا فقد أقروا بالألم بخلاف اعتقادهم، بالألم وبخلاف اعتقادهم. هذا إلزام عقلي جيد. كنت أقول مثال ذكره بعض المشتغلين بالدعوة في الغرب، يقول أنا أول ما جئت إلى الغرب كنت أقول أن الإسلام كرم المرأة فيجب على الرجل أن ينفق عليها وألا يأخذ من يحرم عليه أن يأخذ من مالها قرشا واحدا. قال فوجدت أن هذا الكلام يزعج الغربيين جدا، لأن طبيعة الحياة هناك والغلاء وكذا تستوجب تعاون الزوجين. قال فصرت أقول لهم أن الإسلام كرم المرأة، فإذا أرادت أن تشارك زوجها في نفقته فذلك فضل لها وأجر تأخذ عليه ثوابا. قال الحقيقة الشرعية واحدة في الأخير، أنها ليست ملزمة بالنفقة، لكن لما صيغت بالصيغة الأولى صادفت صدودا، ولما صيغت بالثانية صادفت قبولا. فنحن نتكلم على هذا، يعني لماذا لا تقدم هذه المعاني الدينية باللغة التي تناسب الناس؟ لماذا نصر أن نقدمها كما كانت كما هي في ظاهر النص؟ لا، نحن نقول لكل زمان لغته، وما عندنا مانع من خطاب كل قوم بلغتهم التي يفهمون، لكن ليس معنى ذلك أن نغير شيئا أو نبدله، بل نعبر عنه بلغة العصر. طيب الصيغة المثلى للتعبير عن فكرة الولاء والبراء والحب في الله والبغض الله في ظل يعني عالم لغته العامة هي الإنسانية بغض النظر عن الممارسات التي تفضلت بها، قد ذكرنا الذي يؤذيني ويقتلني ما كرهناه لي. يعني لماذا لا نقول مثلا بدل ما أقول الحب للمسلمين والبغض للكافرين أقول الحب للأخيار والبغض للأشرار، فأضع شيئا يقتنع الناس بأنه جدير بالبغض؟ لا، لكن مع ذلك من هم الأخيار؟ منهم المسلم ومنهم غير المسلم. لا، بالنسبة لغير المسلم فيه نصيبه من الشر الذي يجعله قسمين، من كان منهم عاديا معتديا فهذا ما له، هذا لأنه شرير، ومن كان غير ذلك فهو قابل للحوار وقابل للنقاش، ونحن نرغب في إسلامه ولا نرضى به للنار، ونحسن إليه ما استطعنا. ويحب إذا أحسن. نعم، إذا أحسن انتهت المشكلة. إذا قلنا أنه يمكن أن يحب الكافر إذا لم يصل منه أذن، نعم، هو في شخصه حب الطبيعي، أي حب الطبيعي ما فيه معنى. الله أذن بالزواج بالمحصنات من أهل الكتاب، والزواج بضرورته المحبة. إذا لا يمكن أن يتزوج الإنسان بالتي يبغضها. لستم مؤيدين لنظرية أحسنوا إليهم ولا تحبوهم؟ لا، يعني بعضهم يطرح الفكرة أنه نعم لا نظلم الكفار غير المعتدين ولا نسيء إليهم، لكن احذروا أن يقع في قلبكم حب أحد من الكفار مهما أحسن إليك. هذا فهم هذا كتبت فيه رسائل وكتب لكن فيه مبالغة في غير محلها. إذا في الحب الطبيعي لا بأس به، الحب الطبيعي والإهداء ونحو ذلك، والبغض الطبيعي مثلا للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما أهدى الحلة السيرة إلى عمر بن الخطاب، أي نعم، فأهداها إلى، أي نعم، أمره أن يهديها إلى يكسوها نساء ويهديها إلى قريب، فأهداها عمر إلى قريب له مشرك بمكة. وأم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وقفت تارا على أخ لها يهودي، هذا وقف، الوقف الذي ابتغى به وجه الله، والصدقة على الكفار جاء فيها كثير من الأحاديث، والحق الجار، الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. صح. إذا حتى نختم هذه النقطة، نحن قلنا ممكن للمسلم أن يحب الكافر حبا طبيعيا إذا لم يسئ إليه، وله كذلك أن يقع في قلبه كره للمسلم إذا أساء إليه كره طبيعي، وهذا لا علاقة له بحب الإسلام كدين وبغض الكفر كدين. طيب نقف عن هذا الحد شيخنا، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.